مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، مباشر معكم من نواحي مدينة الدار البيضاء وبالضبط من السوق الأسبوعي سبيتة مليل نواحي كازا. كما كتعرفوا أنه هذا السوق هذا كيكون يعني من أكبر الأسواق اللي موجودة هنا نواحي كازا، واللي كتكون يعني كتعرف واحد الحركة اللي هي كبيرة بزاف، يعني كيكون كيعرف واحد الحركة كبيرة وكيكون طبعا رواج تجاري كبير بحكم يعني الأسر كيجيو لهنايا كيتبداو داكشي اللي خاصهم إلى آخره. ففي ظل هذه الحركة وفي ظل هذا الرواج مشاهدي قناة شوف تيفي كنشوفوا أنه يعني أنه هناك حملات أمنية من طرف عناصر الدرك الملكي وكذلك عناصر الأمن الوطني من أجل يعني توقيف المخالفين في هذه الأثناء. شفني إذا مشاهدي قناة شوف تيفي كما كتشوفوا معنا في هذه الأثناء حملة أمنية من طرف عناصر الدرك الملكي من أجل يعني توقيف المخالفين في السوق الأسبوعي سبيتة مليل. مشكورين طبعا على هذه المجهودات اللي كيقوموا بها في سبيل طبعا المواطنين اللي واقفين على خدمتهم، فممنوع على اي مخالف انه يدوز من هنايا والا غادي يتم اتخاذ بحقه جميع الاجراءات اللازمه، الاجراءات القانونيه اللازمه طبعا، يعني تسجيل في حقهم مخالفات الى اخره. فمشكورين عناصر الدرك الملكي على المجهودات اللي كيقوموا بها، مجهودات جباره يعني كنلمسوها كل اسبوع لما كنجيو يعني هنايا السوق كنشوفوا يعني واقفين على خدمتهم، كيوقفوا المخالفين كيقوموا بسير العمليه ديال المرور هنا في السوق الاسبوعي اللي كيكون دائما كيعرف واحد الرواج اللي هو كبير بزاف. كما كتشوفوا عنصرين من رجال درك الملكي واقفين مدخل السوق من اجل توقيف المخالفين. واحد الحالة خيبة. امتى؟ قدروا بلاتي؟ قدروا كنا باقي إذا مشاهدي قناة شوف تيفي كما كتشوفوا معنا في هذه الأثناء عناصر الدرك الملكي واقفين مدخل السوق من أجل يعني تسيير العملية ديال المرور ومن أجل يعني المراقبة طبعا. حنا عارفين أن هناك بعض اللصوص اللي يعني للأسف يعني كيبغيو يجريسيو وكيبغيو يتعداو على الآخرين إلى آخره. الله يهدي ما خلق. إلى هنا مشاهدي قناة شوف تيفي غنقول لكم السلام عليكم ونلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر، وشكرا جزيلا لعناصر الدرك الملكي ولامن سبيت على المجهودات اللي كيقوموا بها.